الحمد لله كيتصدر الرتبه على الصعيد العصبة الجنوب حيث الدوره السابعه هو تيتصدر الرتبه الاولى وتنشكروا الدخله ما تقطع على هذا الاهتمام الاعلامي بهذه الفئه الشباب اللي برهنوا على الرياضه في الجهه كيستاهلوا كل التشجيع والموارد كنشكروا كاين الموارد تتقسموا بين المورد ديال الجامعه الوطنيه لكره القدم وكاين الجهات المانحه من الجهه الوكاله جميع بالمناسبه من هذا المنبر كنطلب من الناس الغيورين على هذه الجهه وعلى هذا الاقليم باش يدوا يد المساعده لهذا الفريق اللي يبين على واحد القدوره والنتائج هي اللي كتبين على انه يستاهل كل التشجيع لانه كيتصدر دابا الرتبه الاولى على الصعيد ديال الجهات الثلاث بالنسبه لعصبه الجنوب وهذا تيزنا غير افتخار ونتمناو باش يكون تمشي هذه المسيره في هذا النطاق وكنشكروا بالمناسبه السيد العامل الاقليم وسرت على الاهتمام ديالو وعلى المساعدات والاهتمام الكبير بهذا الفريق وتنطلبوا الجهات الاخرى كمجلس جهوي مجلس اقليمي هذا باش يلتفتوا لهذا الشبان ولهذا الفريق اللي عنده كلمته في المستقبل ان شاء الله اللاعبين كلهم من ابناء المنطقه ومن ابناء الاقليم والجهه بحيث 90% ديال اللاعبين كلهم من بلاد ابناء الجهه والطاقم كامل من ابناء الجهه نقدروا نقولوا بان كاين مستقبل لا من الاطر لا من اللاعبين لا من المكتب كل شيء مع الناس اللي كيتبعوا المنطقه وكيبينوا على اهتمامهم بالرياضه وبكره القدم بصفه السلام على هذه المناسبه تنقول بان هذا الفريق فاتي ويستاهل كل العنايه لانه صراحه كيشرفنا لانه كيتصدر دابا الرتبه هذه الدوره السابعه وتتصدر الرتبه الاولى على الصعيد الاقاليم الجنوبيه الثلاث وبالنسبه لعصبه الجنوب وهذا يشرف اقليم اوسرد ويشرف الجهه ككل ودابا كنطلبوا من الجهات المجالس الجهويه ومجلس اقليمي وجميع اللي عنده غيره على هاد الرياضه في الجهه باش يمد شويه المعونه لهذا الفريق باش يمشي في الطريق اللي حنا كمكتب رسمي له وتنتمنى للجميع باش يد المساعده لهذا الفريق باش يعطي كلمته في هذه الاقاليم العزيزه على الطرق المغربيه. تياطر حامد مدرب فريق اوسرد الرياضي نجوم اوسرد الرياضي. الفريق لحد الان الفريق راه يلا في طور التهيئ وطور البناء من هذا المنبر
كنود انني نقول للناس اللي غيرون على هذا الفريق هذا باش يعاونونا ويساندونا، فراه الاشاره لان النتائج الجيده اللي قايمين بها هذا العام هذا هي نتائج ايجابيه. وكنوجه واحد النداء للجميع الغيورين على هذه المنطقه وسيرتو نجوم بوسر باش الناس يجيو يدعمونا ويساندونا. يعني ما كتلقاو مشاكل في الترونسبور بين المدن حاليا في اطار الجامعه المغربيه، فان وفرت لنا واحد الترونسبور مزيان مزال جميع المنطقه الصحراء، وهذا ما يدلش على اننا الوحيدين اللي عندنا واحد الكسب، ولا ما عندنا بعض الاشياء اللي كنعانيو منها، سيرتو ان الطريق بعيده بزاف والفريق الوحيد في منطقه الجبل اللي كيسافر بزاف. بالنسبه للمستوى المشاركين في البطوله حتى الساعه ما نقدرش نقولوا لهاد الساعه، يلا البطوله في البدايه من بدايه الاسبوع العاشر ولا 11 كيتبين لك ان الفرق اللي كتدابز على الصداره وكتدابز على الطلوع غتبان في الدوره العاشره والدوره 11 ان شاء الله. يعني شي مشاكل اخرى معكم؟ المشاكل وهي المشاكل كيما كيعانوا جميع الانديه، هي بالنسبه الاولى المشاكل الماديه فهمتي، لان انسان الناس الطاقم الناس اللي معنا الكوميتي ولا الناس اللي كيكون يجاورونا راهما تا هما خصهم هما الله يحسن العوام، الانسان راه كيمشي يقلب على الفلوس ويدير وهذا، يعني خص واحد شويه ديال الدعم ديال الاقليم وديال الناس المسؤوله ديال على هذا الفريق هذا. وبالنسبه للحصص التدريبيه هذا الاسبوع بقينا واحد كان التيران في بناء سميتو التهيئه ديالو، كاين بعض المشاكل كانت تقلق على ارضيه الملعب، الحمد لله الماتش راه لاعبين اليوم انا غادي اداء مزيان. هذا هو اللي كنتمناو الخير لجميع الفرق ديال الداخله بالنسبه لسيرتو نجوم اوسرد. الراوي صلاح لاعب فريق نجوم اوسرد، كنشكروا هذا الاذاعه ديال الداخله 24 على هذه التفاته، والحمد لله غادي بواحد المسار مزيان وغادي بواحد المسار هو هذاك. كنتمناو من الناس المسؤولين باش تكون واحد الالتفاته قويه على الفريق، الفريق عنده طموح وعنده لعابه صغار في المستوى اللي باغيين يخدموا الفريق وباغيين يوصلوا، والحمد لله. بالنسبه للديبلاسمات اللي كنخرجوا الحمد لله كل شيء في المستوى هو هذاك، غير كاينه واحد النقطه بالنسبه للعابه، كاينين اللعابه اللي عندنا اللي ما كيساعدهمش الضروب باش يخرجوا، خاص الناس المسؤولين باش يوقفوا معاهم وباش يعطيهم حلول باش يكونوا ديما موجودين باش يعاونوا الفريق. بالنسبه للترتيب ديالنا الحمد لله احنا ديما لحد الساعه غادي في رتبه مزيانه، كنحتلوا المرتبه الاولى. شحال من دوره دابا؟ الدوره تقريبا الدوره الخامسه، تقريبا الدوره الخامسه. وما كاينه شي منافسه شاد مع الفرق؟ كاينه واحد المنافسه مع هذا الفريق هذا، كنتمنى ان شاء الله باش نكون نفوز باش نبقاو ديما نحتلوا الرتبه الاولى.